السلام عليكم ومرحبا بكم دائما في القناه مع الشيف دحمان للطبخ. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحه جيده. الوصفه تاع اليوم جبت لكم الكوكيز، بزاف اللي طلبوا هذه الوصفه. راح نعطي لكم وصفه خطيره تخرجوا بها 18 حبه تاع الكوكيز. كيفاش يجي طالع احمر طايب ما شاء الله والتقرمش ما عندي ما نقولك. الكوكيز هذا درناه بمناسبه دخول التلاميذ الى المدرسه، ربي يوفق كامل ولادكم من الصغر حتى الكبار. ان شاء الله تكون سنه دراسيه ناجحه وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. قلت ندير لكم الوصفه تاع الكوكيز هكذا باش ديروها لاولادكم، يستقهوا بها سوا صباح سوا عشيه، سوا يدوها معاهم للمدرسه خاصه اللي يقراو في الابتدائي. راح نعطي لكم وصفه ناجحه ومدروسه بالورقه والستيلو، المقادير بالميزان اللي يخدموا المشاريع، واللي يخدموا في الدار راح نعطي لهم بالكاس والملعقه عادي. يعني الوصفه هذه مدروسه ومشروحه. شوفوا الحبه تاع الكوكيز هذه هي، وكي يعجبكم الفيديو هذا نزيدو كاس ولا نديرو بيضه وق الشوكولا. شوفوا الحبه كيفاش تجي ما شاء الله متحوفه، شوفوا كيفاش يجي من تحتها. يعني الوصفه هذه خطيره ومدروسه. شوفوا الحبيبه تاع الكوكيز كيفاش تجي لداخل. هذه هي مع اخوكم دحمانوس، وصفه مضمونه وناجحه على ضمانتي. نتوما تجربوا وتكتبوا لي في التعليقات. هذه هي، ما تنسوناش غير بالايجاب. بسم الله على بركه الله. كما راكم تشوفوا هنا نجي نعرفكم على المقادير، راح نعطيهم لكم ساهلين مهلين. بالنسبه للوصفه هذه راح نديروا قيس زوج حبيبات تاع البيض. نتوما تشوفوا المقادير هذه اللي جاوه بزاف، يقسم المقادير كامل على زوج، يدير قيس حبيبه تاع البيض. هذه هي اول حاجه، نحتاجوا علبه تاع 250 غرام مارغرين تكون طريه. كما راكم تشوفوا راني موجدها في الليان. عندنا كاس معمر تاع سكر بني بالميزان 160 غرام، زوج حبيبات تاع البيض، ملعقة تاع لافاني، ملعقة تاع خميرة الحلويات بالميزان 4 غرامات، ملعقة تاع البيكربونات بالميزان 2 غرامات، وهنا عندنا ملعقة صغيرة تاع الملح. كيما راكو تشوفو نحتاجو 400 غرام تاع الفارينة. بالكيسان عندنا زوج كيسان 150 150، 300 غرام، ونزيدو كاس ناقص تولت يعني 100 غرام. هذه هي المجموعة. وهنا في الأخر نحتاجو لي بيبيت دو شوكولا. كيما راكو تشوفو عندي 200 غرام، 100 100. بالنسبه للوصفه هذه تقدر تاكل من 200 حتى ل 350 غرام. هذه تاع الشوكولا، انا عندي غير 200 راح ندير 200، وهنا عندي 50 راح نديروها في التزيين. هذه هي المقادير. اول حاجه نجيبوا لا مارغرين تاعنا نضربوها مليح بالباتور، انا اللي ضربتها سبقتها لكم. كيما راكم تشوفوا تولي طريه. نجيبوا الكاس تاع السكر، قلنا بالميزان 160 غرام، نزيدو نميلونجيوهم كامل. بعد ما ضربناهم جيدا نجيبوا هذيك الملعقه تاع لافاني تنكه لنا الحاله، ونحطوا زوج حبيبات تاع البيض. نحطوا الحبه الاولى، الحبه الثانيه، نضربهم جيدا ونعاود نولي لكم. بعد ما ضربناهم جيدا وتماسكوا، دوكا واش راح نديروا؟ نجيبوا الصفايه تاعنا نبداو نحطوا في لافارين هكذا. نحطوا كامل الكميه، شحال قلنا؟ 400 غرام، راها باينه بالكيسان، زوج كيسان وكاس ناقص. هذه هي دوكا هنا واش راح نزيدوا؟ راح نضيف عليهم هنا هايليك الخميره كيما راكم تشوفوا، نضيفوا القريصه تاع الملح، ونضيفوا البيكربونات، يعني نديروا كل حاجه نغرب لهم كامل خفيف ظريف، ونعاود نولي لكم. وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما حطينا كامل الكميه تاع الفرينه، دوكا راح ندخلو كامل هذيك الفرينه ويولي الخليط تاعنا متجانس. ندخلوها هكذا غير بالعقل هكذايا. وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما ميلونجينا الخليط والفرينه هذيك كامل تجانست، شوفوا لاباط تاعنا كيفاش تولي ما شاء الله. دوكا انا واش راح نضيفو؟ نضيفو عليها الشوكولا، راح ندير هنا 200 غرام. هذه قلت لكم الشوكولا تقدروا ديروا حتى ل 400 غرام، تقدروا ديروا 300 250، هذيك واش تكون متوفره عندكم. هذه هي دوكا واش راح نديروا؟ نخلطوا كامل الخليط تاعنا هكذا. اوكي راكم تشوفوا هايليك لاباط اللي تحصلنا عليها. دوكا بالنسبه لاباط واش نديروا لها؟ ضروري ان نغلفوها كامل وندخلوها للثلاجه، راح تشد لنا من 45 دقيقه حتى ساعه. دوكا انا واش راح ندير؟ راح نغلفها، بصح ما رانيش راح نخليها ساعه، راح نخليها حوالي 20 دقيقه ونجو نخدموها. راح نديرها في المجمد، انا راني مزروب، نتوما خلوها بعقلكم في الثلاجه من تحت حتى ساعه وتخدموا بها بالطبع. هذه هي
اذا كما راكم تشوفوا هنا بعد ما خلينا لاباط تاعنا ارتحت انا يا ربي خليتها 20 دقيقه في المجمد باسكو راني مزروب الله غالب مين نتوما واش راح ديروا تخلوها ترتاح سويعه من تحت ما شاء الله لاباط تاعنا راها واجده دوكا نتوما ديسيديو تحبوا تخدموا كوريات تاع 50 غرام تاع 60 70 80 30 10 هذيك راح تبقى عليكم انا راح نديرهم على 60 كما راكم تشوفوا هكذا كوريات نزيد هكذا شويه نحطوها هنايا شحال 56 نزيد لها هكذا شويه 60 واش راح نديرو نكوروها بهذه الطريقه هكذا ما نزيروش عليها هكذا تكون مدوره ومن بعد نبلاطيوها شويه هكذا شوفوا الحبيبه تاعنا كيفاش جاي ما شاء الله هكذا اخفف طرف كيما راكم تشوفوا شوفوا الحبيبات كيفاش يجوا بالطبع دوك نكمل هنا 6 حبيبات ونعاود نولي ليكم تشوفوا هنا بعد ما كملت 6 حبيبات الاولانيين واش درت لهم زدت جبت شويه لي بيبي دو شوكولا رشقت لهم كامل هكذا شويه شويه من الفوق دوكا هنا واش راح نديرو اول حاجه نشعلوا الفور تاعنا على درجه حراره 180 نخلوه يسخن لو طول الفور تاعنا راهو يسخن شحال نخلوه يسخن يا ربي ربع ساعه واش نديرو لهاد البلاطو ندخلوه للمجمد نخلوهم يزيد هذيك الزبده تتماسك من بعد غير نخرجوها ندخلوها للفور راح تطلق وحدها وتتشكل الحبات على الكوكيز بالطبع دوكا انا واش راح ندير الفور نشعلو هذه ندخلها للمجمد ونبدا نكور يعني كي تلحق ربع ساعه تاع الفور نجبد السنيوه الاولى نديرها طيب السنيوه الدوزيام اللي يكون موجوده نعاود ندخلها للكونجيلاتور لي طول لي طيب الاولى ندفعو الثانيه نزيدو ندفعو الثالثه وراهم واجدين ونجو نشوفوهم على بركه الله بعد ما طيب السنيوه الاولى نجي نوريها لكم اذا كما راكم تشوفوا هنا بعد ما طابت السنيوه الاولى هادا وين خرجتها من الفرن شوفوا الحبيبه تاعنا شحال جاو حميمرين طيبين ما شاء الله وشويبين هذه هي الطريقه سهله مهله شتو كامل المقادير دوكا ما علينا غير نخلوهم يبردوا نزيد نطيب السنيوه الثانيه الثالثه نخلوهم يرتاحوا ونجو نشوفوهم في النتيجه النهائيه اذا كما راكم تشوفوا هنا بعد ما طاب الكوكيز تاعنا خليته برد راني استفدت وانا طيب زوج سنيوات الاولانيين والثالثه مازالها راها طيب قلت نبروفيتي لوكازيون ان مونتي لا فيديو تاعي هنا راهم 12 حبه يبقاو لنا 6 راهم يطيبوا يعني الوصفه هذه تخرج 18 حبه الحبه راح تكون على وزن 60 غرام تحبوا تنقصوا على 50 على 40 ديروهم صغيرين عادي في بلادي لكم الاختيار واصحاب المشاريع يدوا الفكره يدوا الوصفه ويسترزقوا شوفوا الكوكيز كيفاش يجي هذه الحبه اللي كنت قسمتها لكم على الاول صدقوني انه هذه الوصفه ناجحه مليار بالمئة ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وكان خفيف ظريف عليكم اهنا اخوكم دحمانوس ما بقى لي يقول لكم غير بقوا على خير وتهلاو في روحتكم الى اللقاء مع وصفات جديده سلام